كل الناس اش دايرين عليهم اختي. شوفوا الناس هاد اللي ديباردو غادو راه واعرين البنات كيحمقوا عرفت واحد الكاليتي. وشوفوا لي اختي لي شوسات شحال غيبقاو لكم. الحمد لله على كل حال. اخيرا جابوهم اليوم في ليدل. بزاف البنات اللي كيتسناو في هاد لي صندال هادو جابوهم وجابوهم الثمن اللي رخيص. شوفوا يا البنات 6.99 فيهم ثلاثه ديال الموديلات. كاين هاد الموديل هذا وكاين اختي هاد الموديل وكاين هاد الموديل ديال الصبع. يلا البنات طيروا ليدل اللي حداها ليدل. يلا اختي اللي بغات تمشي للبلاد جبت لك اختي الباطو وجبت لك اختي الطياره. ها اللي بغيتي بغيتي اختي الباطو بغيتي الطياره. وليا البروموسي اللي حاط لكم ليدل هاد الكورشيت هادي شوفوا البنات باقا جديده حاطينها غير ب 94 سنتيم الكيلو. 94 سنتيم اختي الكيلو 94 سنتيم الكيلو اختي. واحد البروموسيون حاطينها البنات اليوم في ليدل. اش غاد رخا كنلقى اليوم في ليدل. شوفوا لي البنات هاد اللي بغوص هادو راه كنت قلت لكم خذوهم وما غاديش ندموا. هادو بلا ما ديري لا زيت لا حتى شي حاجه لبنياتك الشعر ديالكم دغيا كيتسرح بهاد لابغوص. اليوم اختي ديري اليوم غير انورو اورو البنات هاد اللي بغوص هادو. السلام عليكم البنات كديري لاباس عليكم اش اخباركم اموركم هانيه نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد راكم كتشوفوا فين كاينه في ليدل. بون البنات يلا حل غادي ان شاء الله ندخل وغادي نبارطاجي معكم اشنو كاين في لاغيفاج كما دائما. قلت غنبدا لكم هذا الفيديو هنايا واش توحشوني ولا ما توحشونيش. جبرت عليكم البنات واخا راه كندير لكم فيديوهات ولكن كتبغيو مره مره تشوفوني. كاين معايا شي صهد كاين واحد الصهد واحد الحراره اليوم هذا الصباح هذا عرفتوا واحد الحراره. البارح كان شويه البرد مي اليوم اختي كتشوفوا معايا الشميشه حليت الشرج من البنات ما قديتش واحد الصهد ما نعاودش لكم. ايوا اختي جيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه قلت قبل من تشوفوا لاغيفاج ديال ليدل. غادي نشارك معكم واحد الحاجه مهمه بعدا شو البنات المره اللي فاتت فاش كنت صورت لكم كنت خديت هادو قلت بغيت نشاركهم معكم في الدار ولكن ما ساعدنيش الوقت البنات راكم عارفين ملي كنكونوا خارجين خدامين عاد كندخل للدار كديري هادي ديري هادي ديري هادي بعد مرات ما كيكونش عندي الوقت باش هكا. كنبغي نشارك معكم بزاف الحوايج والله القسم البنات في الدار ولكن ما تيكونش الوقت هاد الايام عرفتوا مع الجري وهذا. وبغيت نزيدكم واحد الحاجه ثاني كاينه البنات راني كنجري على حسب لا سيغونس اللي كنت كلمت لكم عليها وقلت لكم ضروري البنات ديروا ان سيغونس هكا قبل ما تمشيو للبلاد. واحد لا سيغونس ضروري خصكم ديروها. البنات اللي متبعيني في القناه راه عارفين اش وقع لي العام اللي فات. غادي كنهضر معكم بهذا الصوت ديالي مبحبح على الصباح عرفتوا ملي كنكونوا نايضين الصباح كيكون عندنا الصوت شويه مبحبح. ايوا البنات قلت لكم العام اللي فات اش وقع لي كان طاحت لي بنتي في المغرب. راه بزاف الاخوات اللي كانوا عارفين هذه القصه هذه اللي متبعيني والناس اللي معايا جداد انا غادي نشرح لكم اش وقع لي علاش بغيت ندير هذه لاسيرونس هذه. العام اللي فات كان طاحت لي بنتي في المغرب يلاه وصلت ثلاث ايام ايوا اختي طاحت بنتي انا ما عندي لا لاسيرونس لا حتى شي حاجه. مشيت في الباطو الناس مشيت في الباطو المغرب ما دايره لا لاسيرونس ما عمرها ما وقعت ليا اصلا عمرها ما وقعت ليا سيتي لا بروميير فوا غتوقع ليا. ايوا هي ديك طاحت ليا بنتي طاحت على واحد الطابله ديال الجاج الباص طابل الباص ديال الجاج تحلت ليها رجلها هذيك الجاجه مني طاحت عليها بنتي فاش تهرست بنتي تحلت ليها الرجل ديالها هذه هي الرجل ديال بنتي. تصوروا البنات تحلت من هنا حتى لهنا واحد الحله خايبه بنتي بقات كتنزف بالدم تنزف 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 جاها نزيف ديال هذا ديال ضاع عليها الدم بزاف. ولا هي هذيك البنات ديتها انايا ديتها واحد لاكلينيك هدايا في المحمديه كلينيك بخيفي كان بالحد ديتها هي هذيك ما لقيتش الطبيب الطبيب اللي كيشوغيجيان ما لقيتوش لقيت غير لي زانفيرميغ. اول حاجه بدا كاين في الباب راكم عارفين نتوما عارفين عارفين السبيطارات ديال البلاد وهذا راه كلينيك بخيفي. قالت لي مادام باش غادي تخلصي واش عندك لاميتيال واش غتخلصي اون اسبيس واش غتخلصي. قلت لها اختي عتقي لي غير بنتي انا هذا هو الرد ديالي البنات ما نكذبش عليكم. قلت لها اختي عتقي لي بنتي وديك الساعه سوليني باش ما بغيتي نخلص لك نخلص لك ما عنديش لاميتيال غنخلص لك بطبيعه الحال اون اسبيس. هي هذيك فاش صافي دخلت داووا لبنتي داووا ليها الرجل ديالها قادوا ليها المسائل داكشي واحد الفوطه عرفتوا البنات فوطه عامره عمرات بالدم فوطه بيضاء واحد السرفيات بيضاء عمرات كلها بالدم. هي هذيك صافي مني داوات ليها وداكشي قالت لي غادي تهضري مع الدكتور مع الطبيب غادي تهضري مع الطبيب جراح. هضرت مع الطبيب جراح بقى كيسولني هادي 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 صافي قال لي غدا غادي تجيبيها ترجعيها راه غادي يديروا ليها واحد الدواء باش ما يبقاش الدم يخرج ليها غنديروا ليها واحد الدواء يعني غادي يخدم ليها من هنا حتى الغدا في الصباح. غدا في الصباح مع 8 ديال الصباح غتجيبيها غندخلها للبلوك
قلت لي علاش الدكتور غدخلها البلوك؟ قال لي غندير ليها لانستيزي جينيرال وغادي نشوف ليها الرجل ديالها. قلت لي كيفاش لانستيزي جينيرال غادي خصك دير ليها الدكتور زعما لا غاديو؟ انا ما نكذبش عليكم البنات كنخاف. قلت لها الدكتور زعما خصك دير ليها لا غاديو هو الاول دابور عاد دير ليها عاد شوف شنو كاين. تصور البنات لهاد الدرجه قال لي واش كتعرفي حسن مني؟ هذا مميتي يعني الخدمه ديالتي انا كنعرف اش ندير. بقى كيسول فيا يبحث فيا فين بلاصه هذه فين بلاصه فرنسا وهذه وهذه حيت دوك لي زانفيرمير قالوا لي راه السيده ماشي من هنا من المغرب. دونك هي هذيك البنات فاش مشيت انا راجلي كيسمع داك الشيء انا كنهضر مع الدكتور هكا حيت البنت دوزت لي الدكتور وراجلي حدايا ايوا كنهضر معاه داك الشيء كيسولني على البنت كيسولني اش واش عندها شي مرض واش مريضه واش هذه واش هذه واش هذه هي هذيك انا عارفك ما تقولوا لي علاش ما دوزتيش راجلك يهضر معاه. كيسولني على راكم عارفين حنا لي مامون اللي كنعرفوا ولادنا اشنو عندهم فهمتي هادشي اللي هادشي علاش خلاني هضرت معاه. ايوا هي هذيك بقى راجلي كيسمع داك الشيء ملي قلت ليه واش الدكتور زعما غادي يدي ليها لانستيزي البنج وهادي 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 راجلي ما عجبوش الحال. تصوروا راجلي مشى للطوموبيل البنات ما جيت فين نكمل مع الدكتور تلقيت راجلي قطع ليا. هذيك الوقيته كانت ربعه وشي حاجه كان اخر فول لباري هنا لباريز كان اخر فول 6 انا 6 ما يكفينيش الوقت من نمشي من المحمديه راه الناس عارفين في المغرب من المحمديه غادي نمشي حتى لكازا حتى لايغوبور ديال كازا يعني ما عنديش الوقت. كون كنت في كازا وي كنت ديك الساعه في كازا كنت غنمشي دغيا في ساعه غادي نهز بنتي هذيك الساعه نمشي نهز الباسبورات ديالي ونمشي ما غادي نزيد حتى شي حاجه من غيرها حيت ديك ديك شنقول لكم هذاك المنظر اللي كنشوف فيه بنتي ما قديتش. ما تسمحوا لي غادي نطول لكم في هذا الفيديو هذا بغيت ندخل نبارطاجي معكم شنو كاين. هي هذيك البنات راجلي قطع ليا لو لون دوما الغد مع 6 ديال الصباح كنت في لايغوبور كنت في الطياره في المطار دار ليها راجلي اسيستونت هزوا بنتي في الكروسه في الفوتوي صافي جابوها جيتها لفرنسا خلصت البنات قريب 1000 اورو اللي خلصت انا وبنتي الي وغوتو عرفتوا في ديك البيريود ديال جوي اوت كيكون غالي. دونك على هذه غادي ندير لاسيرونس هاد لاسيرونس هادي البنات مشيت البارح لابونك ديالي سولت حيت قالوا لي بزاف كانوا بزاف البنات كانوا كتبوا لي في لي كومونتير قالوا لي العام اللي فات قالوا لي راه عندك الا كنتي خلصتي بلا كارت بلو راه نورمالمون غادي تكون عندك واحد لاسيرونس. فاش مشيت لابونك ديالي البارح سولت في لاكي الدري مشى سول لي الريسبونسابل قال لي لا ما عندهاش الحق بهاد لاكارت هادي خاصها تكون عندها واحد لاكارت سميتها فيزا بروميير. هاد فيزا بروميير فيها اي حاجه وقعت لك كتكون فيها سواء خلصتي بشي حاجه حتى هادي زعما هادي اللي عندي دابا انا فيزا الا خلصت بشي حاجه ومشات ليا غادي غومبورسي ليا ما فيهاش بزاف ديال لي زافونتاج. هادي لاكارت فيزا بروميير فيها بزاف ديال لي زافونتاج ومازال البنات غنمشي واحد لاسيرونس ثاني كاينه غادي نسول حيت باقي عندي الوقت باقي ما غنمشيش المغرب غادي نمشي نسول وغادي نشارك معكم كلشي ان شاء الله. ديروا البنات لاسيرونس باش لا وقعت لكم شي حاجه في البلاد ولا وقعت لوليداتكم شي حاجه تتكون عندكم اون اسيرونس يعني هي كتبريزون شارج كلشي يعني البنات ردوا بالكم ماشي كنهضر غير على الناس ديال فرنسا كنهضر على الناس ديال اوروبا كامله يعني اوروبا كامله. ما ديروش داكشي اللي وقع ليا انا داكشي اللي داز عليا ما تمنيتو حتى شي حبيبه اقسم بالله يا البنات باش جيبي تهزي بنتك غاده تصوروا وحق الله العظيم عرفتي ملي كنتفكرها وحق الله كطيح ليا الدمع في عينيا وحق تصوروا البنات غاده المغرب على اساس باش تشوفي الحباب ديالك غتقولوا لي داكشي مكاتب من عند الله قدر الله وما شاء فعل ولكن حتى العين البنات كاينه العين ما نكذبش عليكم. تصوروا لهذيك الفتره ما عرفت واش نهز هذيك اللي راه البنات عارفين كل شيء ما عرفت واش نهز هذيك اللي رجلها محلوله ما عرفت اللي عندها 7 سنين ما عرفت نخلي هذيك مسكينه تفكر في هذيك اللي عندها 6 شهور وخليتها مريضه اون كومبغي ما قدرتش تنفس ما قدرتش ترضع حتى هي ديتها عند طبيب كلشي البنات راه شاركت معكم كلشي العام اللي فات سمحوا لي. الحمد لله على كل حال البنات ربي كبير سبحانه وتعالى والمؤمن مصاب هادشي اللي غادي نقولوا البنات المؤمن مصاب الحمد لله على كل حال حيت هاد الظروف هذيك شوفوا هادشي اللي كيجي من عند الله احبابي الحاجه اللي تجي من عند العبد هي اللي كتبقى فيكم هادشي ديال الله سبحانه وتعالى كنرضوا به راضين به الحمد لله وشكرا لله البنات. سمحوا لي كنبغي نجيكم بالطاقه الايجابيه ما بغيتش نجيكم بالطاقه السلبيه ولا بالدموع سمحوا لي يعني بزاف 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 البنات ولكن هادشي اللي وقع ليا انا يقدر يوقع لاي واحد وما تمنيتوش لاي واحد
تصوروا جاية من المغرب الطريق كاملة كانت كيبعدة أصلا. هذيك الليلة ما نعساش، هذيك الليلة تصور بنيت ما نعستش الليل كامل وأنا تنبكي، حتى وصلت المطار وكنبكي، بنتي كتبكي حدايا، الأخرى الصغيرة هازا مسكينة هكا، ما عرفتش واش ندي، بغيت ندي معايا البيبي، غتقولي علاش ما ديتيش معاك البيبي؟ ما يمكنش ليا ندي معايا البيبي، وأنا نتكيبيا بالأخرى، يعني خصني نتكيبا بالأخرى، أوغوزمون جيت لقيت بنت أختي هنايا تسناتني في المطار، هي اللي عاونتني، هي اللي كل شيء الحمد لله، وعلى كل حال كنت خليت الطونوبيل ديالي الصغيرة هنايا، هي اللي هزيت، هي اللي يعني ما نكذبش عليكم، صراحة الله كان دازت هذيك البنات. غادي نكمل لكم شي مره، نعاود لكم، انا بغيت نمشي نبارطاجي معكم لا غيفاش حتى تشوفوا هضره جابت ست هضره، نعاود لكم البنات اللي كنتو مهتمين، نعاود لكم اش وقع وكيفاش رجعت وكيفاش كملت هذا الشيء كامل، كيفاش كملته. راني تاثرت شويه، ديما خصكم اسماء دغيا، في ساعه كنتاثر، في ساعه البنات. الحمد لله على كل حال. شوفوا البنات خديت هذه زوينه كتطلق لكم البرد، هذه بحال كدير لكم بحال كدير لكم كتلقى لك واحد البرد زوين زوين زوين. هذه خداها صاحب راجلي، خداها فاش مشيت قال لي راجلي خديها، وخديتها هذيك النهار، قلتها لكم البنات زوينه كتلقى لكم البروديه ملي كيكون هذيك الحراره. خديتها البنات هذا هذيك النهار، خديته واحد الكيل، ها هو البنات زوين صراحه، خديته ب7 اورو، كتلقاو بعض المرات تميزات زوينين في ليدل، غير كتردو خصكم تردو البال الناس، ردوا البال بحال هكا كتلقاو حوايجات زوينين. كنت خديت هذا، خديت هذا، بون انا ما كنكذبش عليكم، لقيته البنات اون بروموسيون، هزيته وخديته، ديال يمكن ديال لاطونسيون هذا. ايوا هي هذيك البنات، سمحوا لي غادي ندخلوا دابا هذا ليدل اللي لقيت غنبارطاجي معكم، انا الحال عرفتوا راه في واحد الصاد ما نعاودش لكم البنات، سمحوا لي يلاه خليكم معايا، ندخل دابا ليدل لقيت غنبارطاجي معكم. ايوا البنات هنايا دخلت ليدل، عرفتوا حاطين واحد لا غيفاج واعر واعر واعر، بعدا شوفوا الناس اش دايرين على هاد لي كيلو طاب، راه دايرين فيهم لا بروموسيون البنات، ولكن راه شي حاجه زوينه، واحد الكاليتي فيهم فنه 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 يا البنات. شوف الكاليتي فيهم، دايرين ليهم اطون نقول لكم البنات، لا ما دايرينش فيهم لا بروموسيون، ولكن الناس كيهزوا فيهم. دونك حاطين لي اختي هاد لي صندال هادو، شوفوا لي البنات هاد لي صندال هادو فنين غزالين. انا غنبعد لكم هكذا، شوفوا الناس اش دايرين على هاد لي كيلوط، انا غادي نوريهم لكم حيت الكاليتي ديالهم زوينه. شوفوا لي اختي هاد لي سونطال هادو زوينين، هادو كيجيو خفاف البنات، كاين هاد الموديل، هادو كيجيو خفاف كيجيو كنتا كونفورطابل، انا عندي واخده منهم كيجيو كونفورطابل البنات، حاطينهم اختي مستفين اليوم. هانتي اختي شوفي لي حاطه لكم حتى هادي، شفتوا هاد الموديل هذا، كاين هاد الموديل، كاين ثلاثه ديال لي موديل، وكاين اختي هاد الموديل هذا، فيهم ثلاثه ديال لي موديل، غادي يبقاو لكم غير ب6 اورو 99، 6.99 هاد لي صندال هادو، هاهما اختي حاطينهم لكم اليوم في ليدل، حاطينهم البنات اون بروموسيون، ديالهم 6 اورو 99، نورمالمون الثمن ديالهم عادي. شوف البنات انا ديما ملي كنتاثر بحال هكا ما تنقدش صافي، بحال تنزير، عرفتوا دابا فاش كنت كنهضر معاكم يعني اوتوماتيكمون، يعني هذه كتجي عادي، كتجي نيشان عاديه. البنات حاطين لي شوسيط، انا غندي منهم دابا ما نكذبش عليكم حيت الثمن ديالهم رخيص، غادي ندي منهم اختي هاد لي شوسيط هادو، غيبقاو لكم غير اورو 99، 1.99 غادي ينفعوني في دخلات المدرسه دابا في الفواياج. خمسه البنات، خمسه ديال لي شوسيط غيبقاو لكم اورو 99، 1.99. هنايا الاخوات حاطين هاد لي صابو هادو اللي غيبقاو 3 اورو و 99، 3.99 من 5 اورو 99، يعني الثمن ديالهم كانوا 5.99، 5.99. ها هما اختي هاد لي صابو، كاين هكا في هاد اللون، وكاين الغزالات ديالي في هاد اللون هذا، شتو في البلو، فيهم السميطه اللور، كيجيو زوينين، كيجيو خفاف هادو في اللبسه، وكاين يعني فيهم ثلاثه ديال اللوينات، كاينين ديال العيالات ديال النساء، عيالات ديال النساء ديال لي فام، وكاين اختي ديال الرجال، ها هما اختي ديال الرجال، كاين اختي في الكحل على هاد الشكل، وكاين في الكحل، وكاين في هاد الخزي هذا، في هاد الفيرمينيتاغ، زوينين حاطينهم. ايوا اختي حاطين لكم هاد لي ديباردور هادو، انا غادي ندي منهم هاد ديباردور هادو، عرفتو فنين ما نكذبش عليكم، صدقوا ليا واعرين، كناخذ منهم دائما ليا ولبنتي. ها هما اختي حاطينهم اون بروموسيون، دايرين ليهم البنات 5 اورو 99، 5.99 اوليو دو 8.99، ناقصين فيهم 33%. هادو وهنايا حاطين هادو ديال الرجال، بالنسبة لهادو ديباردور ديال الرجال كيجيو بحال هكا سميطات، كيكونوا ثلاثة، دونك الثمن ديالهم 8 اورو 99، 8.99. كاين اختي في هاد البيض هذا، وكاين في الكحل،
عرفتوا البنات هادو الكوطون يعني قطن كيجيو قطن وزوينين هما كاين في البيض وكاين في هذا اللون هذا البنات كاين عاوتاني هاد لي ديباردور هادو هادو كيتسدوا يعني كيتسدوا من التحت شو الشكل ديالهم كيفاش كيجي نو نورمالمون نو 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 عاديين عاديين البنات انا مشيت غلطه عاديين هادو كاين في هذا اللون وكاين الاخوات في هذا اللون هذا زوينين على حسب الصيف وكاين في هذا اللون هذا فيهم ثلاثه ديال البنات اللي هو الثمن ديالهم 5.99 5.99 لي سليب البنات لي سليب راهم غزالين 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 فيهم خمسه فيهم 5 كنبقاو لكم 6.99 هادو 6.99 انا غادي ندي منهم اختي ما نكذبش عليكم حيت فرونشمون الكاليتي ديالهم واعره 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 البنات كاليتي توب 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 عرفتي اللي جاي داخل كيدخل كيهز فيهم وكاين هاد هاد لي بوكسور هادو ديال الرجال هادو 3.99 دير لهم 3.99 هادو البنات 7.99 البنات باردون 7.99 فيهم ثلاثه البنات انا طرت من هاد الجهه هادي هنايا اختي حاطه لكم هاد الباطو هذا اللي بغات اختي شي باطو تمشي به للبلاد ها هو اختي جبتو لك البنات حاطين هاد الباطو هذا ديري ليها اختي ديري ليه 69.99 اوليو دو 89.99 يعني كان 89 البنات رجعوه غير ب 69.99 ايوا اختي حاطه لكم هاد هذا هذا زوين صراحه عجبني بالنسبه للسجود بحال هكا ديري فيه الماء بيسين يعني ديري فيه الماء وبقاو يلعبوا فيه لي بيبي ولكن انا خديت لها واحد اخر خديتو ليها من ما خديتش ليها هذا صراحه هذا حسن هذا كيتجمع بحال هكا زوين خديت لها واحد اخر من هذا قولوا نتوما قولي اش غنقولوا حنا من اكسيون البنات من اكسيون كاينين هادو لي ماطلا باش كيعوموا الوليدات دير لهم 7.99 اوليو د 9.99 يعني كانوا الثمن ديالهم 9.99 كاين اختي هاد الباطو هذا ها هو اختي اللي بغات انا شفت لك اختي الطياره وشفت لك الباطو عزلي اللي بغيتي انت اختي جيبي لك هذا 8.99 دير لي 8.99 هادو وهاد لي باطو هادو جايبين بزاف البنات هادو دير لهم 219 اوليو دو 279 يعني ناقصين فيهم هنايا كما كتشوفوا حاطين لي باراسول البنات راهم حاطين لي باراسول البنات اللي بغات هاد لي باراسول راه حاطينهم اليوم في ليدل هما دايرين فيهم لا بروموسيون هاد لي باراسول داير لهم 18.99 هادو باغ كونطخ البنات هادو راه كيجيو كبار شتو كيجيو مربعين وكيجيو كبار دايرين فيهم لا بروموسيون اوليو دو 24.99 يعني في عود ما تاخذهم ب 24.99 غتاخذهم غير 18.99 البنات حاطين لكم هاد الثلاجات هادو زوينين هادو هادو راه عندي انا واخداهم العام اللي فات كنت خديتهم في البروغ في لا بروموسيون خديتهم 3 اورو كنديروا لهم لا بروموسيون البنات راه كنا عاقلين خديت هاد اللون وخديت هاد اللون واخده منهم جوج دابا راه نيت والله قسم يلاه جبتهم غادي ان شاء الله باش نبغي نمشي للبلاد غادي ندير فيهم هكا لي فخوي ندير فيهم اي حاجه 12.99 اوليو 12.99 نو انا خديتهم اوليو 12.99 خديتهم بثلاثه ولكن هما راه دايرين لهم 12.99 البنات دابا راه الثمن ديالهم دايرين لهم 12.99 12.99 جايبين اختي حتى الثلاجات هادو كيتهزوا بحال الصاك دايرين لهم 12.99 حتى هما 12.99 بالنسبه للبنات لي باراسول هاد لي باراسول هادو راه كبار ها انتم الشكل ديالهم كيفاش كيجي مربعين على هاد الشكل هذا يعني كيجيو مربعين وكيجيو كبار ها هما في اللوان هادو ماشي بحال الموديل اللي كنت بارطاجيت معكم خديت انا لا انا خديتو بنات غير صغير هنايا جايب لكم هذا زوين هذا بحال هكا تيكونوا هذا غادي ندي واحد هذا غادي ندي واحد البنات بحال هكا بنتي تبغات تلعب ولا شي حاجه نحطو ليها غادي ندي واحد منه دير لي غير 12.99 12.99 هكا مغطيها على السمش يعني راه هكا تلعب ومغطيه على السمش نعسات ولا شي حاجه راه مغطيه على السمش اهلا صباح الخير كديره صافا ايوا انا مع كاين واحد الاخت كنعرفها البنات عرفتو كندور هنايا ونلقى هادو انورو هاد لي بوس زوينين هادو لا مارك سيان ديال ليدل زوينين البنات خاطري نبقاو ليكم انورو خصي انورو خصي اورو كلهم البنات انا غندي منهم جوج دابا البنات موالفه كنبارطاجي معكم هنايا هادشي ديال لي فخوي والخضر هو الاول عرفتو عبالو لي الناس كيجري وانا دخلت انا كنجري بحالهم قلت غادي نشارك معكم بالنسبه لدي واحد لا بروموسيون ديال كورجيت 94 سنتيم البنات باش غتبقى لكم الكيلو وهنايا كتشوفوا معايا الخيار 20% ناقص لكم البنات موان 20% غتبقى لكم يبقى لكم 79 سنتيم لا بياس هنا حاطين اختي الخوخ 3.69 هاد الباركيت هادي وحاطين اختي هاد المشمش هذا
البنات كاين هذا الروز بسماتي راه حاطينه فيه 5 كيلو فيه 4 كيلو ونص، هذا دائما تناخذو انا اكس اكس ال 10 اورو و 79 فوالا البنات حاطين بزاف ديال لي بروموسيون وهذا اكس اكس ال. يلا غزاله ديالي نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم.